وإلى خبرنا الأخير، حيث أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن تسليم آخر المحطات الأربع للطاقة النووية في براكة لفرق التشغيل وبدء الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الخاصة بها، تمهيدا لحصول المحطة الرابعة على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وسترتفع القدرة الإنتاجية لمحطات براكة الأربع عند التشغيل التجاري للمحطة الرابعة لتصل إلى 5.6 جيجا واط، حيث ستنتج 40 تيرا واط لكل ساعة في الكهرباء من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية كل عام، أي ما يغطي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.